اللي خلى أدوية التنحيف تنتشر بهالوسعة في عراقنا الحبيب لم يكن إلا تقصير يعملون في حقل التغذية. ليش؟ أعزتي أريدكم تشوفون، أنا راح أعرض لكم خطوط البيانية من منظمة الصحة العالمية على سمنة العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتي وأبنائي متشاهدي ومتابعي غصن البان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن أدوية التنحيف. أنا بنظري طبعا اللي خلى أدوية التنحيف تنتشر بهالوسعة في عراقنا الحبيب لم يكن إلا تقصير أطبائنا اللي يعملون في حقل التغذية. ليش؟ السبب أنه قاموا يعطونا أكلات أو محدودة، قاموا مثلا صدر الدجاج المسلوق، زين بين يوم ويوم صدر دجاج مسلوق ويملون تعبون منه، أو مثلا أكو بهم مثلا مو أطباء داخلين في هالحرفة هاي يجون يطون يوم يقول له أكل خيار، يوم يقول له أكل جزر، يوم أكل تفاح وهكذا. هاي الأغذية مملة تصير، يعني أنت من تجي وثانيا ما راح تكفي الحاجة الحقيقية مالتك، فعلى هالأساس الناس بدوا يتعبون، قوائم متعبة مملة وغير مجدية. نتيجة ما بيع، النتيجة ما افرض تخسس في الشيء لأنه غير طبيعية كانت العملية. من رجع للطمع للأكل الطبيعي مال العائلة مالته مال بيته شوف رجع الوزن نفس الشيء. وعلى هالأساس بدأت تجي أشياء غير طبيعية، أشياء غير طبيعية للحقل التحت تنحيف. أجت العمليات الجراحية، بدأوا من تغيير المسار وانتهوا إلى عملية التكميم. طبعا كل عملية تطلع جديدة مديح كثير، وهاي ما بيها كل مضار كذا كذا كذا، وإذا بي الآن يقولون لا بقى تغيير المسار مو صحيح، فلان عملية مو صحيحة، لايبوساكشن مو صحيح، لازم نغيرها إلى شيء اسمه تكميم. تكميم شنو؟ إزالة 80% من المعدة، قطع 80% من المعدة، ذبوها برا، والمري تقريبا يوصل إلى 12 عن طريق فدنبوب بسيط من المعدة. طبعا في بدايته قالوا هاي أصلا ما بيها خطأ، ما تقبل غلط، الكل يضعفون، ما بيها كل نتائج سلبية. الآن على أنه صار له 5-6 سنوات، لكن بدت الأعراض مالته. شنو أعراض العودة؟ واني هالأسبوع الفات كان عندي واحد مكمم قبل كم سنة والآن بدأ وزنه بالزيادة، يجي الآن اللي حتى ينحف عن طريقة طبيعية وهي طريقة التغذية. فالطريقة الوحيدة الحقيقة لحد أن ثبتت أنه جدارتها هي طريقة التنحيف عن طريق التغذية بالصورة طبيعية، أكل مال أكل مال بيت، مو تجي تطي يومية دجاج مسلوق ويومية شوربة ويومية ما أدري شنو، سوب خالي بدون حبوب بدون بدون أي شيء آخر على هالأساس هذا. فإحنا الآن سوينا، إحنا وصلنا الآن جينا هيك سوينا، بويا أصلا ما عدنا حمية، إحنا بويا ما عدنا حمية بعد، شو تريدون؟ إحنا عدنا قوائم غذائية، أكبر مطعم أكو بالعراق روح له، إحنا عدنا قوائم غذائية 10 أضعاف ما موجود في هاي المطعم، أرقى مطعم إحنا 10 أضعاف عدنا أكلات. يعني شو يخطر ببالك؟ شنو اللي يعجبك؟ انت بس استنقي اللي تريده، شو تريد الصبح؟ باقي له دهن خبز على عين عيني، ظهر شو تريد؟ مرقة باذنجان على العين، بالليل شو تريد؟ بيتزا على العين. فاحنا نجي بس الشيء اللي نسويه نشوف وزنك وطولك وعمرك وكذا ايش قد، نجي على هالاساس نحين لك مقدار الاكل. فهذا راح يصير اكل عادي، انت اللي يعجبك بالليل يعجب زوجتك يعجب اطفالك راح توصيه، من توصيه بعد العالم ما راح تنفق عنك، يعني راح يصير نفس الاكله تتقاسمها سوية زين.
وأعزائي لا تخدعكم هاي الدعايات المغرضة، احنا تعالوا يمنا احنا ننزلكم 15 كيلو بالشهر. بويا هذول إذا هم يفتهمون بس بالطب كل شيء ما يفتهمون، هذا اللي يقول لك 15 كيلو بالشهر أكبر دجال هذا يسحرك. وش يقولون؟ بدون حمية غذائية وبدون ممارسة الرياضة، يعرفون الناس يضوجون من هالثنين، يقولون هذا الدواء نعطيك إياه بدون حمية وبدون ممارسة الرياضة. ويا ما يصير، ما ممكن إلا الله محطم جسمه كله. يعني يعطيك دواء مثلا على سبيل المثال يعطيك ثايروكسين، الثايروكسين شنو؟ يزيد شغل الغدة الدرقية، يقوم يحرق 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 يحرق، هذا ينزلك بالشهر 10 كيلوات 15 كيلو ينزلك. لكن بالمقابل شنو؟ من راح يحطم كل هرمونات جسمك. فعلى الأساس عزتي الحبوب الأدوية التنحيف كلها بدون استثناء بدون استثناء أضرار لا تعد ولا تحصى. اللي أرجوه من الشعب العزيز أنه لا يتوجهون إلى مكانات بيع هاي الأدوية. وفدنا نقطة خلوها أنه شوفوا وزارة الصحة مأيدة هالموضوع، أكثر هاي الأدوية تنباع من مكانات خاصة ببغداد أو مكانات خاصة بالألوية، اللي للأسف الشديد بس عن طريق القشق وعن طريق الانترنت يجيهم على هالأساس هذا. فهواية تحذروا منها لأن بيها أضرار جدا كثيرة. أنا راح أطرق لكم بعض الشيء عن هالموضوع هذا. أعزتي إن أريدكم تشوفون أني راح أعرض لكم خطوط البيانية من منظمة الصحة العالمية على السمنة في العالم، مقدار السمنة في العالم على شكل خطوط بيانية تشير على أنه هسه هاي الخطوط البيانية قدامكم تشير على أنه أعلى نسبة بالعالم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى نسبة سمنة بالعالم بالولايات المتحدة الأمريكية، زين، وأقل نسبة سمنة بالعالم في اليابان، زين. الآن من شوية نفكر ويا أنفسنا نشوف أمريكا هي أول دولة وأكبر دولة في تصنيع أدوية التنحيف. بويا إذا هل قد يصنعون أدوية التنحيف بس ليش الشعب ده يطق من السمنة؟ يفكر أعزائي، يفكر شوية، ليش أكبر دولة في أعظم دولة أكثر نسبة استمعان عندهم؟ فعلى هالأساس أنتم تعرفون على من هالنقطة أنه هذا أدوية بس إذا التصدير يفيدهم، هذا بس يطلعون فلوس الناس ويطيحون حظ اللي يستعمله. زين مثلا على سبيل أنت عندك صلعة تريد تداوي الصلعة مالتك، رحت دورت ببغداد لقيت مثلا أفض بشارع اندوس قال لك طبيب مال صلع، طبيت عليه واذا هو اصلع تبقى عنده؟ لا. ليش؟ لان لو بيحط كان دواء الصلحه مالته راسا، اذا ماخذ الوصفه مالته شق الوصفه تبقى بالزباله. ويه الادويه التنحيف المصدرين مالها كلهم اسمان، فاذا لازم تعرفون منهم انه هذا الطريق الغير الطبيعي وغير السليم لأعزتنا بالعراق، فحاولوا إلى حد الإمكان تتجنبوها. مثلا على سبيل المثال حبوب الزينكال، الزينكال أول من صنعتها أمريكا صنعتها ونشرتها بالأسواق العالمية على أنه دواء بدون كل ضرر. خلي أقول لكم في شيء مختصر عن شغل هذا الدواء. هذا الدواء يجي من تبلع الحبة مالته تروح للأمعاء، من توصل للاثني عشر تمنع عملية هضم الدهون وسحب الدهون، لأن أكو إنزيم باسم لايباز، زين، يجي داخل الأمعاء حتى يفتت الدهون ويسحبها. فهذا اللايبز بهالدواء هذا يمنعوه. من يمنعوه شو يصير؟ الدهن اللي تاكله مثل ما اكلته من فوق راح يطلع من جوا، فالخروج مالك يصير حيل دهين، وبنفس الوقت خروج الدهين راح يصير ده اسهال. انت تصور واحد عنده اسهال ودهين وياه، دهن وياه زايد، فهذا يفقد السيطره على نفسه. انا وايش اكو طبيب صديقي
زين هسه ما نجيب اسمه، بس هذا مسكين اخذ حبوب الزنيكال، فسالته قلت له فلان شلون وياك الحبوب؟ قال دكتور بعد ما بقى اشياء خلي حفاضات لانه هذا دا يفلت عندي الخروج، ما اقدر اسيطر عليه لانه دهين واسهال. ف اعزائي هسه الان ثبت مو بس هذا الموضوع، الموضوع اعمق من هذا، الموضوع انه من ما ينسحب الدهن من ما يتهضم الدهن، فاذا الفيتامينات اللي ذوب الدهن يلا تنسحب ما راح تنسحب. شنو عندنا؟ فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين كي، فيتامين اي، هاي اربع فيتامينات مهمه تذوب بس بالدهن. يعني اذا بلي دهن، يعني انت على سبيل المثال اذا تاخذ مثلا فيتامين دي زين تبلع بلي دهن، يعني ويا ريوقك كم خبز شاي ماكو بيها دهون ما ينسحب ابدا، ما ينسحب. وهذول لعد هذول دائما الدهن مالهم ما ينسحب، فاذا دائما الفيتامينات الاربعه لازم يحسون بناقصها، ولابد ان ياخذون مكملات. واكثر الاطباء ما يقولوا لهم يروح الصيدلي يقول يعطيني زينيكال زين، فراح يصير عنده نقص باربع فيتامينات بجسمه ومشاكل صحيه اللي تترتب عليها. زين وقلت لكم مثل حبوب الثايروكسين هاي زي شغل الغده الدرقيه، تقوم تحرك تحرك تحرك، لان الغده الدرقيه تسيطر على حرق الجسم، على موضوع الايض مال الجسم كله الغده الدرقيه تشتغل عليه. فعلى هالاساس من الزيت شغل الغده الدرقيه يقوم يفرز ثايروكسين بمقدار بكميه عاليه، هذا راح يحرق الجسم حرق تمام. يعني يفقد بالشهر 5 كيلوات، بس شنو 5 كيلوات 10 كيلوات؟ بس دكتور شو اسمه، احنا انا اتذكر كان عندي واحد من جواريني كلش سمين، مرات قاعد مثلا بالبالكون اتفرج اشوفه يفوت اعتيادي قب عادي الجيران دا يفوت، شفته دا يضعف يوم ورا يوم دا يضعف، بحيث اني بالبالكون قاعد اشوف الضعف ماله يعني واضح. بعد خب ما تقدر تروح تسال ايش بيك. فدي يوم شفت دخل العياده مالتي، سلام دكتور، ها خير ان شاء الله؟ قال دكتور دا اضعف. قلت له السكر ما عنده؟ قال لا. لا سمح الله شيء مزين سرطان مرطان ما عندك شيء؟ قال لا. امعائك سألت كل ما اسأله يقول لا. قلت له عزيزي بتروح تسوي تحليل، من جملة التحاليل سجلت له الغدة الدرقية، واذا عنده زيادة قوية في انتاج في مادة الثايروكسين منتجة من الغدة الدرقية، وهي هي اللي حرقت جسمه وضعفته تقريبا 15 كيلو خلال 3-4 اشهر. زين الان بالصيدلات هم يبيعوها، اكو حاب اسمه ام فيتامين، هذا موجود بالصيدليات. ليش؟ لان هذا نستعمله لبعض الاطفال عندهم فاعليه اكثر من عاد، يعني عندهم يعني اكثر من حاله نشاط اكثر من عاد، او فعال او افعال اكثر من اعتياديه، فعالين يعتبرون. هذا نعطيهم هذا الحب يهدئون، لكن هذا الحب نفسه تطيل البالغين يعتبر من الأدوية المخدرة والممنوعة للكبار. ليش تسوي هاي؟ هاي تأثر تأثيرات كل شوية على الجسم، نتيجة من جملتها تفقد المشتهى للأكل أبدا، نهائيا ما تشتهي، نومه ما يجيك، تفضل النهار كله لا تأكل وكله تتحرك لأنه ما يجيك. من استعمل هذا؟ أول من استعمله هتلر، استعمل المن الجنود مالته. ليش؟ لأنه الجنود ماتا كلش انتشروا، راحوا روسيا عصوا بالش اسمه، قاموا يجوعون يردون أكل زين، وحتى لا ينامون ولا يأكلون يقل المصرف مالتهم، نشاطهم يزيد، قام يدزلهم حبوب الأمفيتامين. أمفيتامين إيش قام يسوي؟ قام أول شيء طبعا الأمفيتامين، خلي أقول لكم أمفيتامين يخلي الدماغ ينتج مادة الدوبامين. الدوبامين يحس الإنسان فد انتعاش خاص، فد رغبة خاصة، فد إحساس كلش حلو يصير عند الإنسان. الدوبامين اعتياديا مفعول على الإنسان هذا، يعني يصير نشع من النشعات يصير عنده، من النشاط يصير عنده. هاي مع الأسف بنتي استعملها فترة
تتحول هاي الحالة إلى كآبة ويسبب ليش الكآبة صار ما يدري، فيقول لازم حبوب قليلة، يقوم يزيد مقدار حبوب الأمفيتامين اللي يأخذه. زيادة الحبوب المخدرة هاي راح تسوي اعتياد عدى على هذا الدواء مثل الحشيشة والمصريين والذني أو أخرى أشياء أخرى مورفينات الذني كلها تسوي اعتياد على هالأساس هذا. فأعزائي كل الأدوية ما التنحيف كلها سياستها هاي تخرب مكانات هواية تعدل لك مكان واحد. احنا هواية عندنا فيتامين حتى انتحروا لأنه سعتم في تصورات خاصة انتو فد يعني يصور نفسه الآن عنده جناحات ويريد يطير من كثرة السعادة مالته. هواية عندنا احكوا روايات انه صعد للسطح وشمر نفسه ليش يصور نفسه صار طير، فيروح للسطح يتشيت بنص الطريق شو لا ما عنده جناح زين فيموت. وهو أيام من حوادث السيارات احنا لاكفين انه ياخذون حبوب الانفيتامين يطلعون من طورهم يطبون في طور اخر فسياقتهم تصير مخربطة نتيجة يعبر السياج مع الشارع يضرب سيارة ثانية وهكذا. فأعزائي كل أدوية التنحيف كلها بدون استثناء، أعزتي من أقول بدون استثناء، لا تجيب لهذا دواء جديد طالع يقشمرون الناس به، هذا بعد سنتين ثلاثة شوف شي ايش راح يطيح حظ الناس. فأعزتي حاولوا تبتعدون أدوية التنحيف وأتمنى لكم إن شاء الله السلامة والرشاقة بدون أدوية التنحيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في فيديو آخر. نستودعكم الله.